أعزائي المتابعين، كولين باول الراجل اللي هز العالم بخبر وفاته النهاردة، هنتكلم عليه بعد الفاصل. النهاردة العالم كله كان متابع جنازة كولين باول الجنرال الأمريكي اللي هز العالم، راجل من عامل في مصنع بيبسي وصل ان هو اول رئيس ملون لهيئة الاركان المشتركة، واحد من الناس اللي شاركوا في حرب العراق او حرب الكويت على العراق، واحد من الناس اللي شاركت في حرب فيتنام، قائد من الطراز التقيل، واحد من الناس اللي اسست امريكا وكانت مؤمنة بالحلم الامريكي. الجنرال كولين باول واحد قضى عمره في الجيش وفي خدمة الجيش الأمريكي 35 سنة وهو بيخدم في الجيش الأمريكي، لدرجة إن هو في يوم من الأيام حلم إن هو يكون رئيس أمريكا، لكن في 2001 فاجئنا كلنا إن هو أصبح واحد من الفريق الرئاسي للرئيس جورج دبليو بوش. كان وزير الخارجية في عهد جورج دبليو بوش في سنة 2001، وكان أول رجل أسود يمثل أمريكا خارجيا. في 2003 كولين باول قال خطاب جهوري قدام مجلس الأمن، كان بيقول فيه إن صدام حسين مخبي أسلحة دمار شامل، وطبعاً المعلومات دي كانت غلط ولغاية النهاردة محدش قدر يتحقق منها، وبرغم دخول العراق لغاية النهاردة إلا إن كان فيه خسائر مادية وبشرية كبيرة جداً، وكان السبب فيها الجنرال كولين باول. النهاردة الصحف الأمريكية قالت إن الجنرال كولين باول مات بمرض كورونا أو كوفيد-19. الحقيقة إن هو كان مريض مرض اسمه بارينكسون. هو كان مريض بمرض سرطان الدم اللي بيعمل على أضعاف مناعة الجسم، وده اللي خلى كوفيد-19 يأثر. النهاردة صدرت أوامر في أمريكا بإنزال الأعلام الأمريكية في المصالح الحكومية، ومنها البنتاغون نفسه والبيت الأبيض ووزارة الخارجية. النهاردة الرئيس الأمريكي جون بايدن قال إن كولين باول بيمثل إن كولين باول بس أعلى المسل العليا لكل محارب ودبلوماسي على الأرض الأمريكية. هجمات 11 سبتمبر كان كولين باول ووزير الخارجية لدولة أمريكا، وعشان كده عمل زيارة خاطفة لدولة باكستان، وقدر إن هو يقنع بلويز مشرف الرئيس الأفغانستاني ساعتها إن هو يشارك في الحرب على القاعدة علشان يقضي عليها وعلى الأماكن اللي هي بتتخذها كأوقاد ليها. جنرال كولين باول هو اللي قدر يقنع جورج دبليو بوش بالهجوم على العراق، وبالفعل تم في 2003 الهجوم على العراق كان بتصريحات من جورج دبليو. جورج دبليو بوش قال النهارده ان كولين باول كان موظفا حكوميا عظيما، وطبعا بعد وقت ورد لمراته. وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن وهو جنرال متقاعد بالجيش الامريكي واول رئيس للبنتاغون الاسود قال ان نبأ وفاة باول ترك حفرة في قلبه، ده دليل على ان الراجل تأثر جدا. طبعا قال لقد فقد العالم واحد من اعظم القادة الذين شاهدناهم على الاطلاق. كولين باول سنة 1995 كتب سيرته الذاتية في كتاب سماه رحلتي الامريكية. واحدة من الوظائف اللي اشتغلها كولين باول قبل ما يبقى في الجيش الامريكي ان هو كان شغال عامل في مصنع تعبئة بيبسي كولا. انضم كولين باول للجيش الامريكي سنة 62، كان مع 16,000 جندي ارسلوهم كمستشارين عسكريين في حرب فيتنام، وبعد كده اترقى كمساعد عسكري لوزير الدفاع واين بيرجر ساعتها، وبعد كده كان قائد الفيلق الخامس للجيش في المانيا، اصبح مساعد للامن القومي
ده الرئيس رونالد ريغان. على الرغم ان كولين باول كسب شهرة كبيرة جدا وسط الجمهوريين الا انه ابتعد طبعا عن سياسة الحزب الجمهوري، كان بيأيد الأحزاب الديمقراطية في الأربع انتخابات اللي انتهت. بدأ بأوباما وأظهر أنه هو ناقد صريح لدونالد ترامب، قال على دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه وصمة عار وطنية وكان يجب عزله خلال المساءلة. ودي كانت عبارة عن حياة كولين باول، رجل من قادة الحرب طبعا اللي عاش 84 سنة، قدر فيهم أنه يوصل من عامل في مصنع بيبسي أكبر قائد في الجيش الأمريكي. دي كان رحلة حياته النهاردة وهو توفى النهاردة أكتوبر 2021.